الله 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 يا مولانا لا بد من فناء اسحزني من نزول هذا أصل الأصول ويغي كل فالطريقة ليست جديدة وإنما الجديد فيها هو التجديد. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مئة كل سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رضي عنه عن سيدنا أنس بن مالك أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أنس ترى ما أرى؟ قال ماذاك يا رسول الله؟ كما قال قال قوم رافعين أيديهم يدعون بين أيديهم نور. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يريانيه فدعا له فرآه فأسرع. وقال الله 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 يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى لله لا بد من فناء ملك يبقى لله من وجهار الرب وخمس للغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. بداية نشكركم على حضور هذا المجمع المبارك حتى تخرجوا إلى العالم الذي لا يسعه إلا أن يرى ما يرى من مما يثار في الإعلام وفي يعني على صفحات التواصل الاجتماعي حتى تهدونهم وتخرجوا لهم حقيقة ما يقع وحقيقة هذه الطريقة. فنشكركم بداية جزيل الشكر على حضوركم. بالنسبة للطريقة الكركرية أو الزاوية الكركرية هي امتداد للتصوف الذي عهده عهد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث سيدنا جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو السلوك إلى الله سبحانه وتعالى بمقام الإحسان بالمشاهدة والعيان حتى يتحقق المريد بخشية الله سبحانه وتعالى حتى لك أنه يراه هكذا يكون. أما نسبتها أو مشربها فمشرب الطريقة مشرب شاذلي مشيشي إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بداية طرق تسمى باسم المجدد فيها، فاسم المجدد لهذا الزمان هو سيدنا محمد فوز الكركري قدس الله سره، فتسمى الطريقة باسمه الكركري، فتسمى الطريقة الكركرية. أخذها عن شيخه عمه سيدي الحاج الحسن وهو الكركري أيضا، سيدي مولاي الطاهر وهو كركري أيضا، وسيدنا أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي الجزائري الذي أخذها بدوره عن سيدنا البوزيدي الذي أخذها بدوره عن جد سيدنا الشيخ الخامس سيدي محمد بن قدور البكيلي وهكذا مولاي الباشا وهكذا صعودا إلى سيدي العربي الدرقاوي حتى وصولا إلى سيدنا الشاذلي عبد السلام بن مشيش رضي الله تعالى عنهم إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مذهبها فمذهبها مذهب جميع المغاربة والمذهب المالكي وعقيدتها عقيدة أشعرية عقيدة أشعرية. أما بالنسبة لفكرها فطريقة الكركرية أو مقام الإحسان فليس لها فكر، ليس لها فكر، لأن هذا الفكر هو نتاج العقل والعقل مخلوق والمخلوق لا يمكنه أن يعرف الخالق لأنه مقيد محدود. بل نقول ما هو توجهها، هذا التوجه يكون بالقلب، فتوجهها هو أن يصبح الإنسان أو المسلم المريد يصبح عالما بالله سبحانه وتعالى عارفا بنفسه، من عرف نفسه عرف ربه، حتى إذا ما صادف شؤون حياته يعمل فيها بمقتضى أن الله سبحانه وتعالى يراه. قال ربنا سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حتى هل يعني ذلك أننا نغيب العقل؟ وليس بتغييب العقل، لكن وليس بحضور النقل أيضا، لا يغلب النقل على حقائق الإيمان.
لأن الغاية من الشرع ليس نفسه، وإنما الغاية من الشرع الدخول بالأدب على حضرة المشرع. فالإسلام غايته أن تستسلم جوارحك لربنا سبحانه وتعالى بالتقييد الذي يسمى بالعبادات. هذه العبادات التي هي يعني نقول أنها كما قيدها صلى الله عليه وسلم، لا يحق للمرء أن يزيد فيها أو ينقص، تدخلك على مقام الإيمان، الإيمان الذي محله القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يمكنها أن تنصلح إلا إذا بعدما ينصلح سائر الجوارح طاعة لله سبحانه وتعالى فيما أنزله صلى الله عليه وسلم في حكمه على أمته بمسمى بأركان الإسلام الخمس، حتى إذا ما فنت أركانك عندها اتجهت إلى قلبك فحوى قلبك نور الإيمان. لأن مسمى الإيمان الذي يعلم كل المغاربة عندما تسألهم ما الإيمان، يقول لك الإيمان في القلب. لكن ما هو هذا الإيمان؟ الإيمان عرفه سيدنا عبد الله بن عباس في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن، يزيد وينقص بالعمل الصالح، أي يزيد وينقص بمراتب عملك في الإسلام، هكذا يكون. فعندما تحوز ذلك النور في قلبك لا تصبح ترى الله بعين بصرك، هذه العين المجردة التي استسلمت في أول الأركان، لا، يصير الإنسان يرى بنور القلب الذي حازه في مضغة قلبه، نور الإيمان الذي حازه في قلبه، يرى ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله نور، نور السماوات والأرض. هذا النور يوقد من شجرة مباركة، يوقد أين؟ قرأ سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب العبد المؤمن، فيوقد في القلب. هل الزاوية رقم جديد في عالم التصوف أم هي امتداد للتصوف؟ وما هي القيمة المضافة التي أتت بها الزاوية في هذا العالم؟ يعني المفهوم الجديد للتصوف في القرن الماضي. بالنسبة للزاوية ليست برقم جديد في التصوف، وإنما هي جددت معالم التصوف الصالحة في هذا الزمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد، وليس شيء غيره، يدعوهم إلى: يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى يظهروا ما سوى ربنا سبحانه وتعالى من الآلهة التي اتخذوها في قلوبهم. ثم جاء بعد الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى في إطار عمران الأرض وتكوين الفرد المسلم الذي يصلح أن يكون خليفة الله في أرضه حتى ينشر هذا الدين. فجاء وقت العمل، فكانت 10 سنين التي مرت في المدينة، أخذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهيهم، يعني أصحاب الصفة والأنصار والمهاجرون. أصحاب الصفة هؤلاء الذين يلوون على شيء، يأكلون ما وجدوا من الطعام ويحوزون ما لبسوا من الثياب، يعني هذا كان مذهبهم، يريدون بذلك ذكر الله سبحانه وتعالى والتوجه الكامل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم إلا ذلك. الإحسان أخذ مشربه من أولئك القوم، وهذا ظاهر في قرآن ربنا وظاهر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جعل كل يشرب من مشرب أحد من الصحابة، يقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم. فأيما مشرب شربته من صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدي بالفهم الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هو سنة. مشرب الصوفية كلهم هو من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وعترتي أهل بيتي ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. عترته صلى الله عليه وسلم ليس كل آل بيته، لأنه قال عترات آل بيتي، آل بيته آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأدخل بعض العلماء بني هاشم وهكذا أدخلوها، لكن عترة آل بيتهم أهل الكساء الذين
جلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسائه فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقلنا كل الصحابة كل الطرق الصوفية أخذت عن سيدنا علي بن أبي طالب، أخذ عنه ابناه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ثم أخذ عنه من عاصره. يوجد في الطرق الصوفية يعني مشارب، يعني طريقة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، طريقة سيدنا أبو بكر الصديق أو سيدنا سلمان الفارسي، والتابعي الذي أخذ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب وهو سيد التابعين أويس القرني. وهكذا تفرقت الطرق، وطريقة سيدنا أنس بن مالك الذي أخذ عنه محمد بن سيرين، أخذ عنه سيدنا محمد بن سيرين صاحب الرؤيا ومفسرها ومؤولها. يبقى المشرب الشاذلي لم يتداخل فيه مشرب آخر، سند الشاذلي أخذه سيدنا الحسن عن أبيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا الحسن رباه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخذ عنه سيدنا أبو محمد جابر الصحابي الجليل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له 25 مرة. وهكذا سعيد الغزواني إلى أن تصل كما قلنا إلى سيدنا الشيخ سيد محمد فوزي الكركري قدس الله سره. فالطريقة ليست جديدة، وإنما الجديد فيها هو التجديد. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها أمر دينها، في حديث الآخر يجدد لها دينها. يكون التجديد في الدين بتجديد قراءة الاسم، كيف تقرأ اسم الله سبحانه وتعالى فتعرف الله سبحانه وتعالى قراءة لأحرف اسم الجلالة الله. وهذا يكون بالسلوك ويكون بالمشاهدة ويكون بالذوق الصوفي، حتى إذا ما قرأت القرآن عملت به في دنياك، يعني تحوله فتفككه، تحوره إلى أشياء فعلية ممارسة في الحياة. وهذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأي عمل قدم عليه المسلم إلا وجب عليه أن يسير فيه وأن يعمله بمقام الإحسان. بالنسبة للشيء الجديد الذي جاءت به الطريقة الكركرية، فهو جديد العهد بالله سبحانه وتعالى على ما كان عليه العهد الأول الذي عاصره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نجد ذلك في كتب الحديث فيما رواه سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول خرج رجلان عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أيديهما نور، فلما افترقا ومع كل واحدهما نور بين يديه. في رواية أخرى أنهما كان عباد بن بشر وأسيد بن حضير. راوي الحديث هذا يروي سيدنا البخاري في الأدب المفرد عنه عن سيدنا أنس بن مالك أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أنس ترى ما أرى؟ قال ماذاك يا رسول الله؟ وكما قال قوم رافعي أيديهم يدعون بين أيديهم نور، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرينيه، فدعا له فرآه فأسرع. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه هو إذن له في أن يرى ذلك النور. فهو الذي روى ذلك الحديث أنها كانت كرامة له أنه يرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون من عنده بين أيديهم نور، هم يرون ذلك النور وهو يرى الذي حاز ذلك النور. كذلك الأمر في رواية حديث سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى قبيلة دوس يا رسول الله اجعل لي آية، فدعا له صلى الله عليه وسلم فجعل له نورا بين عينيه، فقال يا رسول الله إذن يقول بي مثلة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحولها فجعلها في عصاه، في رأس عصاه. وصح حديث سيدنا حارث بن النعمان رضي الله تعالى عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى برسول الله فقال كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا، قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ما تقول؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا. وهذا هو السلوك، عزفت نفسي عن الدنيا فأصهرت ليلي وأضمأت نهاري. فترتب عن ذلك السلوك ما يسمى بمقام المشاهدة، فلكأني بعرش ربي بارزا، ولكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، ولكأني بأهل النار يتعاونون فيها. قال صلى الله عليه وسلم عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. فمحل الرؤية القلب، لأنه هو الذي يحوز ذلك النور. الله نور، والملائكة نور، وكتب الله نور، ورسل الله نور، واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أحكام ربنا نور تتنزل على العباد.
فلا يستطيع الإنسان أن يرى ذلك ببصره، لأن هذا بحكم المادة يراه، أما بحكم القلب فيراه بصفة النور التي حازها ذلك القلب. فالشيء الذي جاءت به الطريقة الكركرية هو تجديد ذلك الأمر الذي كان عليه أهل الله من قبل في التصوف، ولهذا جددت الطرق. تسمع بالطريقة الدرقاوية، وكان في زمنها طرق أخرى، لكن أهل الطريقة الدرقاوية في زمنهم هم الذين يتكلمون عن النور، وهكذا ذلك. فهذا هذا هو الشيء. فأنا كنت كنذكر بعض الأسماء، لا داعي يعني لذكر الاسم الفلاني إلى آخره، وهاد الحالة هذه فاش بقيت كنذكر الأسماء بدون شيخ، يعني في واحد اليوم من الأيام خرجوا لي شي أشباح خطيرة. هاد الحالة هذه خرجوا لي شي أشياء مروعة ومرعبة، لدرجة أن السقف ديال المحل تشق، ولا وبدون شيخ أنا ما فهمتش علاش، حيت كما كيقولوا ما يسأله شيخ فالشيطان وشيخه. كنت ليالي سنين، ليالي طويلة، وأنا كنذكر الله باسم الله ديال الاستغفار، الله الغفور شديد المغفرة ذو مغفرة الغفور الرحيم، كنت كنذكر بالآلاف، ورغم ما عنديش لا ينبهني كنت كنتوجه ماشي للقبلة، كنتوجه سميتو كنمد رجلي وهي من سوء الأدب. 25 سنة وأنا كنذكر، وشنو حصل ليا؟ حصل ليا شلل نصفي. هاد الشلل النصفي خطير، هاد الشلل تقريبا لمدة شهرين، كنقول بالآلاف والسنين، لدرجة أن بقيت كنلهج بهاد الاسمين لا بلا ما نذكرهم. فاش جيت عند سيدي الشيخ قال لي بان حكيت ليه القصه ديالي، قال لي انت كنت تكفر بالاسماء، يعني كتعترف بهاد الاسمين، الله سبحانه وتعالى اسماءه غير محدوده. فانا بقيت بحال كنعترف بالاسماء، الله عنده غير هاد الاسمين مثلا، لدرجه ان ذكرت شي اربعه الاسماء اخرين، وكل واحد عطاني يعني تجليات ديالو جاتني قويه، ما عنديش اللي غيدافع عليا ولا فهمتي. بقيت في الواجهه وحصلوا لي بزاف ديال كنشوف شي حوايج مروعه ومرعبه. تقريبا شي 25 سنه وانا في هذه الحاله اللي كنذكر، وكنمشي في الاسواق، وكنمشي في جميع في القطار في الطياره في ما مشيت كنذكر، لدرجه وليت كنشوف داك التجليات داك الاسم، ولكن رغم داك الشيء ما عنديش الحق، واخا هو اسم محبوب وعظيم، ولكن ما عنديش الحق انا باش نذكره بدون شيخ. مشيت عند سيدي الشيخ، دخلت اول مره فاش دخلت عليه، من المره الاولى اللي شفته فيه الولايه، حيت انا اللي حاس انا شفتيه الولايه ولي الله.